معك مريم من كازا. مريم من كازا، مرحبا أختي مريم، شحال في عمرك؟ عندي 25 عام. 25 سنة. وي أختي مريم، عرفتي الموضوع ديال اليوم؟ وي بيان سو، عرفت الموضوع ديال اليوم. انا مزوجة، انا مزوجة، ويلا 3 مو بيس زوجت دابا، وراجلي كيطلب مني شي حوايج اللي كيبغي يشوفني في ريلاسيون سيكسيال مع مرأة أخرى. يعني راجلك كيطلب، ولكن السؤال اللي كاين هنايا، واش انتيا بيسكسيوال؟ لا ماشي بيسكسيوال، واش كيطلب منك بالضبط انه يدير ان بلان ا تخوا، يعني هو انتي وياه ومرا واحده اخرى، او لو راجلك سي ان فوايور، يعني عزيز عليه يتفرج لا استغفر لا غير يتفرج. الحاجه اللي غادي تصدمك يمكن هي انه راجلك غيمشي معاك بعيد، حيت باغ اكسبيريونس راجلك سي كيلكان دو ليبرتان. كيفاش كيلكان دو ليبرتان؟ حيت كاع لي كوبل اللي يمكن اللي كنعرف اللي كيعيشوا كي سون دي كوبل ليبرتان، كيبداو بحال هكا، ان الراجل كيطلب من المرأة انه يشوفها مع انت وحده اخرى، وحيت عارفه غادي ترفض، واحد النهار غادي يقترح عليك انه يجلس ويشوفك مع راجل اخر. ديجا اقترح، سي فريك. اقترح عليا هادشي كامل. يعني اقترح عليك ان راجلك انك تمارسي الجنس مع راجل اخر وهو كيتفرج. هذا سي ان فونتازم اللي عند راجلك، الى ليبرتا ما كيوصل الاشباع الجنسي ديالو الا لو كيشوف ديك الانثى اللي كيملك كتمارس الجنس مع راجل واحد اخر قدامه. انت شنو بالك في هادشي هذا؟ ما قدرتش ديجا، ما كنشوفش راسي مع واحدة أخرى. ومع راجل اخر ما عرفتش أصلا، ما كنبغيش، والزواج اللي تفرض عليا، وبيناتنا واحد الفارق ديال العمر اللي واصل 30 عام. يعني 30 عام، انت عندك شحال دابا؟ 25 عام، هو عنده 55 سنة ياك. وهذه 3 مو باش تزوجتو في الاول، هضر معاك في هذا الشيء ولا حتى مؤخرا؟ لا ما هضرش معايا في الاول، ما قال لي حتى شي حاجه حتى تزوجنا. قال لي تزوجنا اكتشفت انه ما كيقدرش معايا عادي. يعني صعيب باش يجي تفانتيزا معايا، من بعد بدا كيهضر معايا في هاد الكيس ديال ما كنقدرش، و دو بريفيرونس يشوفك و حيت هذيك الحاجه اللي كتستيمولي راجلك هي هذه، يعني راجلك كان عايش في اوروب ودخل المغرب، ولا كان عايش حياته كلها في المغرب؟ لا ماشي مغربي. ماشي مغربي اكزاكتومون. اين دوله، من اوروب ولا من الخليج؟ من الأوروب. من اوروب اكزاكتومون، ماشي اللي غادي يكون. حيت بصح بزاف ديال الناس، بزاف ديال الكوبل اللي كنعرف بحال هكا، وغير ديغنييغمون من ليالي ماريو، بزاف ديال الاناث اللي نفس الحاجه، انهم مزوجين راجلهم بهذا المعنى، يقدر يمارس معاها مره في شحال وايجاكولي غير بزز، وما عندوش لا واحد الرغبه جنسيه، وي سي سا. لكن هو اللي بيغطان في عقله. يعني وقتاش، يعني النهار غادي يكون معاك شي واحد في الفراش، شي طرف ثالث في الفراش كينعس معاك وانتي كتغوتي الى اخره، وراجلك داير واحد الكرسي كيتفرج، هذيك الساعه مورا ما غادي تسالي معاه، عادي يقدر يمارس معاك الجنس. علاش؟ سي كوم سا، سي سون فونتازم، ما كيوصل الا بهذه الطريقه هذه، فهمتي؟ اخر سؤال عندي، الى فعلا راجلك جاب معاه شي نهار شي راجل، واش تقدري تمشي معاه في هذه القضيه هذه ولا لا؟ ما قدرتش. لا اللي ديجا حاول بروبوز عليا شي ناس. شي ناس اللي انت كتعرفيهم بيان سور كما تبغي. بروبوز عليا شي صاحبو اللي تيقول صاحبو، ولكن اللي فهمت من هادشي كامل ان هذاك السيد اللي بروبوز عليا واحد المغربي اللي كان عايش هو وياه، واللي اكتشفت من بعد انه تتات كانوا دي زوموسيكسيال بجوج. يعني كان كينعس معاها. اشنو غادي نقول لك؟ انت في سن ديال 25 سنه، يعني عندك حل من جوج، يا يعني اما ترافقي راجلك في هاد لي فونتازم ديالو وتبداي كتعلميهم بشويه بشويه، يا يعني اما الطلاق الا شفتي راسك انك ميمكنش تستمر معاه، اذا والا الطلاق. علاش؟ حيت واحد الوقت مكرها اختك لا اخاك لا بطل، غتبداي هي غتبداي تخونيه،
علاش بدا يتخوني؟ علاش؟ حيت افانتسان استروجين طالع. واش عندك دي زونفي سيكسيول ولا ما عندكش؟ عندي. و لو بروبليم سي كو فهاد الخرجة كنهضر مع مولاي. في الاخر كتهضري مع طونديكس، راه داكشي اللي قلت لك في الاخر غتخوني راجلك. بغيت نطلق ولكن ما عنديش كيفاش. يعني ميمكنش، فهمتي؟ ميمكن راه داكشي اللي غادي يطرا، انك غادي تخوني راجلك الى اخره. بالعكس، راه تقدر تمشي بعيد وتولي تجيبي ليكس ديالك راجلك وما يقول والو. يقدر ما يقول والو، يقدر يقول عاوتاني، حيت الاساس ديال ان كوب ليبرتان شنو هو؟ هو بارطاجي لامور من لو سيكس. ان لامور بوحده كتبغيني كنبغيك معايشين، ولو سيكس هو واحد لو بوزوان فيزيولوجيك اللي كل واحد فينا يدبر فيه راسه، مع ولد مع بنت مع بلان 3 الى اخره. فراه يفو فيغ اتونسيون عاوتاني، اتونسيون من ناجي. تهضري معاه، تزيدي تهضري معاه، تزيدي تفسري ليه، تزيدي تهضري معاه تفسري ليه، تقولي ليه هادشي اللي خصك تهضري معاه. لا كومونيكاسيون في هذا الموضوع خصها تكون، خصها تكون. ولكن هو ما تقدرش يدير شي حاجة أخرى من غير داكشي. قول لي، ما عمرك مثلا قال لك خشي ليا شي حاجة في لانيوس ديالي؟ يعني راجلك كيطلب منك انك تخشي ليه الشماع في المؤخرة ديالو، درتيها؟ شنو خشيتي ليه بالضبط؟ في الأول كان كيقول لي دو دوا، من بعد ولينا في الشماع، ولينا من بعد دابا حيت هو مسافر وكيف كيف غيجي غيجيب معاه شي حوايج من غادي يكملوا داكشي. ومني خشيتي دو دوا، مني خشيتي في جوج صباع كيجي داير بريزيرفاتيف الى اخره، ياك؟ بيان سور. كيفاش شعرتي بيه؟ شعرتي بيه انه عندك ساعه قيم ستيمولا ولا لا؟ وراه مع الاسف هادشي اللي غادي يكون، يعني راجلك غادي يبدا يحتاج شي طرف اخر اللي يمارس عليكم الجنس بجوج ويمارس معاك انت الاولى. ما قدرتش على هادشي كامل، بغيت نرجع للور ونطلق وكلشي. ما نقدرش حيتاش كاينين مشاكل كبار من هادشي مع لا فامي سميتو. ديكو لقيت راسي محطوطة في واحد في بلاصة وما لقيتش كيفاش كنهرب منها. كنعرف فاش كتوصل واحد الوقيتة فيه كنهز التليفون وكنهضر مع مونيكس وكنبقى كنجمع انا وياها وسميتو وما كنخرج شوية من هادشي. الاكس ديالك قلتي هادشي هذا، شنو كان رد فعل ديالو؟ ما قال لي في الاول والو، حيتاش انا الزوج تفرض عليا كنا انا وياه ترانكيل ومزيانين وناوي معايا نعقل وكل شيء. واحد الوقيته لقيت الزوج تفرض عليا ديكو ما تخافنا و غادي نرجع نسولك. يعني الليله باش طلب منك راجلك انك تخشي ليه الشماع ولا شي حاجه في المؤخره ديالو ودرتيها، واش هذيك الليله وصلتي مع الاشباع الجنسي انت؟ لا انا عمري ما وصلت مع شي حاجه، انا كنت كندير داكشي وانا عايشه كلشي. يعني ما حاملاش راسك؟ ما حاملاش راسي، من بعد كنبكي. يعني شنو هادشي لا سيتوياسيون اللي تحطيت فيها؟ كيفاش كنت مع شي واحد اللي كنبغي و قداش وكنت فاهم انا يا وواحد الحاجه انا في لافي كوتيديان معاه كيبغي بين فعلا انا راجل وكيبقى يغوت ويخاصم و تو فوا الى تري دور. وبيان سور كي فايت تري دور، علاش؟ حيت ما حيت تكون رافقتيه في لي فونتازم ديالو كنت غادي تشوف فيه وجه اخر. مالوغوزمون السيد عنده انا كنت ليك شي بقى. فهمتك. مع الاسف ستا كاموفاج ليه، الخيبه هي باش يديفلوبي لي سونتيمون الى اخره. فما عرفتش، خصك تشوفي شي حل في القريب العاجل. سيمون صافا فينير، خيب شويه، خصك تسالي هادشي هذا، فهمتي؟ ما عرفتش كيفاش غندير، حيتاش كاينين مشاكل اخرى. انا بغيت نطلق من هاد الساعه، انا من الساعه بغيت نطلق ولكن ما عنديش غنمشي. انا ما طاعون كيقول لي ما ترجعيش العدة. ايه انا كنت خدامه بهاد راسي وكلشي. واحد الوقيته جاو غتقيسي من الخدمه وما غتمشيش لبلاصه اخرى، غتجي وغتزوجي بعد. انا ما كنعرفو ما والو، عرفتو دو سمان قبل. صافي لقيت راسي من بعد. دابا فاش كنقول لهم انا بغيت نطلق كيقول لي راه كلشي صابر
على داكشي. انا مشيت عند مي بارون قلت لهم راه شنو كيطلب مني وشنو كيطلب وشنو عاودتي كيطلب. لوالدك، قالوا لي قلتي صبري ليه؟ صبري. عاودتي لوالدك قال لي هادشي صبري. كامل؟ يا فين صبري؟ فين قال صبري؟ لي صبري وكلشي الناس صابرين. بيني دوري وشوف وشوفي شكون هي شكون هي هادي ما صراش. لا راه ما كاينش البنات اللي صابرين على هادشي كامل، ولكن في الحقيقة كاين بزاف ديال البنات اللي تفرض عليهم الزواج، اللي كيعيشوا في سلاش، كيكون الراجل باغي يبدا انكوني غير باش يكون كاموفلاج بلو باغ. راه سمعتي قصص هو فاش تزوج بيا من بعد قال لي انا اختاريت بين الجمال غادي نتزوج بها حيتاش انتوما ما عندكمش الحق تهديك صوتك على راجلك وانتوما اصلا كتقبلوا ان راجل يتزوج باربعه دوكو واخا تعرفيني كندير شي حوايج اخرين مع واحده اخرى راه دوا اكسبت هادشي. اش غنقول لك، راه فعلا كاين واحد الخلل عميق في المجتمع، وللاسف هادشي ما كتسمعوا لا في الراديو ولا في التلفازه، وراه هادشي كيف المجتمع ديالنا بدا ملي كيف فرض على بنته الزواج، راه ما عندها حتى شي معنى. راه فين كتولي معيش بنتك؟ ما كتولي ما هي مزوجة ما هي طلقة، ما هي ديك مرات المنحوس، ما هي طلقة ما هي عروس، عايشة في واحد الهم والبكاء والمرض. شنو غادي نقول لك؟ جيسبيغ ولا وصلت لواحد سميتو بصح واحد الوقيته كانت وصلت بيا صافي كنقول غنمشي غنقتل راسي وغنتسنى من هادشي كامل كتبان ليا فريمون هي تستات شوج انت مزيان ترانكيل كلشي حتى واحد شويه جا بنادم وخربق ليا حياتي كامله ما عرفتش اشنو غندير ما عرفت شي حاجه شي حوايج مفروضين عليا شي حوايج فريمون صافي الكوت ديال الخط. فهمتك خصك بعدا خصك واحد لاكونبانيومون تمشي عند بسيكولوج ضروري، الحين طلعت لك كدوزي فيه صعيب. بسيكولوج باش يجي يقول لي سيري وديري لي داك الشيء انا راه شفتها. لا راه ممكن، شوف الانسان يا اما ليبيغان يا اما ليبيغتان يا اما لا، صافي راه ما فيهاش جوج، يا اما انت ليبيغتان كتشوف قبل هاد الشيء هذا الى اخره، يا اما لا. الا ما كنتيش كتقبلو راه ميمكنش. بحال انا نعطيك مثال بسيط، بحال انا ايروسيكسيوال، بحال غتفرض عليا الناس مع راجل، راه ميمكنش، راه غنحماق، فهمتي؟ راه غنحماق، راه سي لا ميم شوز بالنسبه ليك، راه نفس الحاجه. و جو بونس كاين دي بسيكولوج ولا دي بسيكاناليست اللي يقدروا يعاونوك ويفهموا بزاف. كاين واحد السيده في كازا سميتها اعتقد نوال كذلك، اللي غتقدر تعاونك، اللي دازو عندها ديكا بحال هذا، اللي دازو عندها ديكا بحال هذا. الا بغيتي خلي ليا اس ام اس من بعد نصيفط لك النيميرو ديالها، ما كاين حتى شي مشكل، اللي غادي تفهمك مزيان علاش كتهضري. وجاسبيغ دوز اختي هادشي هذا في القاع العاجل. ميرسي بوكو ربي يخليك.